في حب يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب يضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حب يأذي هدي يخنق بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهايات متعادة ازيك يا مدام مشير؟ علي عندك؟ اه موجود. علي ولا زفت؟ ايه ده؟ المدام عندنا؟ يا مرحبا يا مرحبا. اتفضلي خشي. لا متشكره قوي، انا كنت عايزه علي بعد اذنك. وماله بس في ايده مصلحه كده يخلصها وانا هجيب فلوس بنفسي. انا بلاها شغل النهارده يا ابو علي. ما انا كمان عايزاه في شغل. كان كده ملعون ابو المصلحه اللي في ايده. خلاص علي معاك لحد بكره ولو عايز ابو علي كمان. لا متشكره. يلا يا علي. استنى، تعرف بيت سوسه دي فين؟ ايه اللي اعرفه؟ ايوه فين يعني؟ ورشه منشيه. تعرف توديني هناك؟ اه. طب يلا بينا. اتفضل. مقدم نادر التوني من الباحث الجنائي. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضل اتفضل. تشرب ايه حضرتك؟ متشكر جدا. لا لازم تشرب حاجه. متشكر يا فندم. طب يا ولد اتفضل. اؤمر حضرتك. والله يا دكتور انا جالك بخصوص حاله عندك اسمها مدام ريماس. اه مدام ريماس صادق. اه مدام ريماس عندها حاله اضطراب ما بعد الصدمه. وده بيجي للناس اللي هي بتتعرض لصدمة جامدة أو حادثة
أو فقدان أي عزيز عليهم أو أي حد قريب منهم. ورماس الحقيقة حبت إنها تهرب من أي حدث يفكرها بالصدمة الجامدة اللي حصلت لها، أو بمعنى أصح للي شافته ليلة الحادثة. عشان كده حاولت إنها تنتحر، ولما فشلت في الانتحار اتعرضت ل Major Depression Disorder. اكتئاب يعني؟ يعني نوع من الاكتئاب. طبعا في الحالة اللي هي فيها دي أنا مش عارف استجوبها خالص. طب أنا عندي سؤال يا دكتور. اتفضل. الحالة دي ممكن تجيلها لو اتعرضت لضرب مثلا؟ على حسب، دي تتوقف على درجة احتمال البني آدم وتأثره. يبقى أكيد شافت حاجة، شافت الجريمة وهي بتتم. طب يا دكتور هي حالتها امتى ممكن تتحسن؟ انا عايز استجوبها. هو الدواء ما بيبانش تاثيره الا بعد اسبوعين، بعد كده نقدر نحدد درجه استجابتها، وممكن بعد كده نقدر نحدد هي هتخف امتى. اه يعني انا هستنى اسبوعين عشان تحدد هي هتخف امتى؟ ايوه. طيب ماشي يا دكتور، انا هتابع حضرتك بالتليفون، وبرضو ده الكارت بتاعي، لو حصل اي جديد لو سمحت بلغني. متشكر جدا. تؤمر. متشكر. تؤمر. اتفضل. استاذ امجد. استاذ امجد. ايه عشان تعال. انت مروح؟ يا دوب شبات هنا يعني. بس بالنسبه لاذن الشراء بتاع ايه؟ بتاع الكاميرات. انا بعت لك الطلب من شويه وقلت لي انك هتبقى يعني. ايوه انا شفت طلب الشراء وما فهمتش. انت ازاي بعت لي طلب شراء من غير شيت اسعار ولا مواصفات ولا مقارنه ما بين شركات؟ احنا من امتى بنشتغل كده يا راجل؟ انا حسيت يعني الموضوع مش مستاهل، وبعدين الانسه زيزي مستعجله قوي. لا يا راجل، ولما تيجي مدام مشيرة وتجازينا كلنا هنقول لها استاذ زيزي كانت مستعجله. يا ولا جبر، لو عايز تروح البيت تنام لك ساعتين قبل ورديه الليل اعمل كده، عشان مفيش نوم هنا تاني خلاص. وهو اللي في الورطه بتاعتي دي يجي له نوم برضه يا مدير. انا بقول يعني لو تشوف لي القرشين تحت الحساب كده يبقى ايه. ده انت لسه ما مشيتش. امشي ازاي بس والاذن لسه ما طلعش؟ عارف، وعارف ليه امجد ما طلعوش لغايه دلوقتي. طب لما تيجي الاستاذه بكره وما تلاقيش الكاميرات هقول لها ايه؟ قول لها اللي حصل. اتفضل. عن اذنك. دورت على السيريال؟ اه ولقيته. طب هي ولقيت ده كمان. ايه ده؟ كاميرا كارد؟ عظيم محمد. لقيته وانا بدور النهارده في اوضه فارس. طب و فتحتيه؟ ها اكيد. لاحظت حاجة؟ كلها صور لفارس، بس أعتقد إنها ممكن تفيدكوا في التحقيق. أكيد. صورة فارس ساعدتك. واللي جنبه ده أمجد. حضرتك أكيد عارفه من التحقيقات. والاتنين التانيين دول تعرفيهم؟ لا، أنا ما كانش ليا اختلاط خالص بأصحاب فارس. بس أعرف أمجد طبعًا بحكم القرابة اللي ما بيننا. بعد إذنكم، أنا هستأذن. طب لو سمحتي يا أنسة زيزي. يعني لو قدرت تعرفي مين الاثنين دول من مامتك يا ريت تبلغيني، وخصوصا البلد ده. هحاول، لو عرفت اي حاجه اكيد هبلغك. مع السلامه. تفتكر مين الواد ده يا باشا؟ هتسالني انا يا محمد؟ انا هعمل تحرياتي وكل بياناتي هتبقى عندك بكره الصبح. طب عارف هتبتدي منين ولا اقول لك انا؟ عيب يا باشا، هي اول مره. انا هبدا بالنايت كلاب. طيب يلا روح اعمل تحرياتك وبلغني اول باول. حاج
ابني حاسب انت وتعالى اقعد جنبي هنا. هتجمدي امال. حاسب ماما ماما. يا ابني هتقع على وشك وسنك هتتكسر. على شاطر يا مدام. عامل ايه دلوقتي يا فارس؟ انت لسه برضو زعلان مني؟ كنت عايز نعمل ايه؟ اسيبك تخش السجن؟ وهنا مش سجن؟ معلش هانت يا ضمايا. انت عارف انا كنت بتكلم مع الدكتور رأفت دلوقتي قال لي ان شاء الله كلها اسبوعين ثلاثة وهتخرج بالسلامة. انا هخليك تشتغل. هخليك تمسك المصنع معايا. الشغل هينسيك، هيبعدك عن القرف والهباب اللي انت كنت بتاخده. وهعمل لك سنانك، هترجع فارس ابني واحسن من الاول كمان. يا زيزي فين؟ زيزو اختك سافرت، هاجرت كندا. انا مكاني مش هنا. طبعا يا حبيبي انت مكانك جنبي في البيت في حضني. لا يا ماما، انا اللي زيي مكانه في السجن. ليه كده يا فارس؟ انا عايز ابوظ، عايز ابوظ. انا شغل عليك انت بس يا بابا. ليه كده؟ بكره هتبقى احسن من الاول والله، بكره هتبقى زي الفل. اوف يا اسطى. ايه وصلنا؟ يعني اعمل ايه يا ابني؟ انزل ولا اعمل ايه؟ مش هنا؟ لا سوء عليا معلش. همشي ازاي طيب؟ ارجع الحته دي تاني. يلا فرجني. واو بجد تسلم ايدك، تحفه. الفينشنج يجنن، فظيع. انت احسن واحد في الدفعه بيعمل اير براش. الحمد لله. لا بجد يا عبد الله انت شغلك هايل. لا ومش هايل بس، ورخيص كمان. كنت هنسى على فكره. ميرسي بجد. على ايه؟ وانا بقى المشروع بتاعي هيخلص امتى يا عبد الله؟ انت المشروع بتاعك بكره، ما تنسيش ان انت جايبوني متاخر. اوكي بس بليز ما تاخروش عن كده. لا ما تلاقيش، انا عارف المواعيد بتاع التسليم اولى كويس. اوكي ميرسي. يلا باي. في حاجه جميله؟ نو نو
طيب انت يعني سايبه مدام مشيرة وقاعده في الشباك بتعملي ايه؟ مدام مشيرة اخذت الواد علي من على الباب ومشيت. مشيت راحت فين الله يخرب بيتك؟ سمعتهم بيقولوا شيماء سوستة. شيماء سوستة؟ ازاي؟ وسبتيها تروح عادي كده؟ لا بليز يا عبد الله ما تزعقليش كده. ما زعقلكيش ايه؟ تعرفي عنوان سوستة دي؟ اه اعرف. عايزني اوديك؟ لا انا بسال على عنوان سوستة مش ان انت تيجي معايا. ما اعرفش اوصفه، دي خانيق جوه بعضيها. عايزني اوديك يلا؟ اه طبعا لازم كل حاجه تبقى صعبه. طيب خشي قولي لهم ان انت نازله وانا هستناك. انا لسه هقول. انا هشتغل. يلا جميلة. أيوة أنا جاي أهو. يلا يلا. أمجد العشاء جاهز. مش هتتعشى؟ لا يا حبيبتي مش قادر خالص معلش. الله خليتني ليه بقى أغرف على الفاضي؟ معلش يا حبيبتي والله ماليش نفسي خالص. الله يرحمه يا حبيبي، كلنا والله زعلنا عليه. بس الدنيا بقى ما بتقفش على حد. ماشي يا حبيبتي يلا. مع السلامة. مع السلامة. كويس إن لحقتك، حظي حلو. ما أنا قلت لك قبل كده إني معرفش حاجة، ورغم كده برضو بعتولي في المحضر اللي أنت عملته وسألوني وقلت اللي أنا أعرفه. إيه اللي جد بقى؟ ما هي دي المشكلة، مفيش أي حاجة جدت، ومفيش أي أخبار عن إياد. بقول لحضرتك إيه؟ روق دمك كده، تحب أصب لك كاس؟ معلش أصل ما عنديش غيره. لا متشكر. ويا ريت يا مدام دينا تقدري شويه اللي انا فيه. اياد ما كانش اخويا وبس. بالرغم من فرق السن الصغير اللي بينا، لكن انا اللي مربيه. غريبه قوي. مع ان احنا عمرنا ما سمعنا ان اياد له اخ. احنا ما عرفناش حاجه عنه غير لما جيت وسالت على اخوك. يمكن عشان انا مسافر. انا عايش في الامارات وبشتغل هناك، عايش مع مراتي وابني. معقوله برضو يا استاذ تسيب شغلك ومراتك وابنك وتيجي عشان تسأل على أخوك؟ بقولك يا أستاذ، قلت لي اسمك إيه؟ بقولك يا بنت أنتي، أنا مستحمل طريقتك والكلام ده بس عشان أعرف طريق أخويا، لكن تريقة ونوازة في الكلام. أوعى تعلي صوتك هنا. نوال تعالي وصلي الأستاذ على الباب. وبعدين كل يوم هيجي يتسلى علينا واحد؟ خليهم يتسلوا. انتوا لقيتوا موبايل فارس؟ للأسف لا، بس هو الغريب ان احنا لقينا الميموري كارد في أوضة فارس. عارف ده معناه ايه؟ ايه؟ معناه ان فارس شال الميموري كارد من الموبايل وسابها في الأوضة، واحتمال كمان ما يكونش خد الموبايل من أصله. والاحتمال الأكبر بقى إن القاتل ما يكونش خد الموبايل ورماه زي ما كنا فاكرين. غريبة، هو الموبايل فارس راح فين؟ يا راجل ده أنا قلت أمجد هو اللي هيجاوبني. أنا؟ أنا هعرف منين؟ هو مش فارس كان قريبك وصاحبك تروح معاه الشغل الصبح وتسهر معاه بالليل؟ يعني اكيد تعرف حاجات مراته نفسها ما تعرفهاش عنك. حاجات زي ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. يا عم امجد، طب يا سيدي اقل لها تعرف مين الولد اللي معاكوا في الصوره ده؟ صاحبكم؟ طب بلاش. البنت اللي واقفه جنب فارس دي تعرفها؟ ما اعرفهمش. دي معرفة ليلة كده في كلاب 24. سبحان الله، مع ان دينا يعني قالت كلام غير كده خالص. قالت ايه؟ انا ما اعرفهمش. دول معرفة سهرة كنا سهرانين وانا كنت شارب. طبعا مش فاكر اساميهم للاسف. لا وبعدين انا لو فاكر انا هخبي عليك ليه؟ مفهوم طبعا، لأن فارس صاحبك ونفسك تعرف مين القاتل النهارده قبل بكره عشان تشرب من دمه. قلت لي الكلام ده انت قبل كده. اه ماشي يا عم امجد. المهم انا خلصت كلامي، يعني لو عايز تروح مشوارك اتفضل. لا خلاص انا
اتفضل حضرتك. طيب ده الكارت بتاعي، يعني لو ربنا نور بصيرتك وافتكرت الولد اللي معاكوا في الصوره بكلمك. عايزين بس سوستا ودلافي ده كله. انت تعرفها؟ ما حد يعرفش سوستا. يلا يا علي. مظبوطه يا خليل، مين اللي سحب الفلوس دي كلها وراحت فين؟ سالت الاستاذ فارس. فارس انا كنت عنده من شويه في المكتب، ما لقيتوش هناك. هو في مكتبه، دوري تاني. خلاص المرة الجاية بقى اجيبها البيت. احترم نفسك. وده ايه ده؟ ماله ده؟ فارس هو هتكون رجعت تاخد مخدرات تاني يا حبيبي؟ هو انا عشان سحبت فلوس ابقى بضرب؟ فيها ماما؟ ايوه سحبت الفلوس دي كلها ليه من غير ما تقولي؟ عشان انت ما كنتيش هتديها لي. انا يا فارس انا عمري ما حوشت عنك فلوس يا حبيبي؟ اه بتحوشي عني. هنلون على بعض ولا ايه؟ انا عايزه مصلحتك. وبعدين يا فارس انت مرتبك كبير جدا يكفيك وزياده، بتاخد فلوس تاني ليه؟ يا ماما لزوم الدلع، عايزه صبر على نفسي شويه. في ايه؟ فارس احنا مش كنا اتفقنا ان احنا نفتح صفحه جديده؟ ما انا فاتح اهو. في ايه يا ماما؟ باجي من الصبح من النجمه بفتح المصنع واخر واحد بيمشي من المصنع، مخدرات وبطلت اضرب، عايزه مني ايه تاني؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده؟ لو عمال يسمعونا في المصنع انت عايز تفضحنا؟ هتجننيني! ايه الافاره دي؟ انا اوفر؟ انا اوفر يا فارس؟ وانا لما اطلب منك انك تخلي بالك من مستقبلك عشان اعرف اجوزك ابقى اوفر؟ ايه؟ اجوزك يا حبيبي. هو انت ناقصك ايه؟ ناقصك شقه ولا لسه هكون نفسك؟ بتضحك على ايه؟ ناقصني ان انا عندك. هو انت نسيتي ولا ايه؟ لا لو ناصية فكري، انت قلتي مفيش جواز قبل سن ال 30 عشان محتاج انضج، فبعد اذنك بقى سيبيني انضج براحتي. اتفضلي عندي شغل لازم اخلصه. اطلع بره. يلا اطلعوا بره يا بنات. عايزه ايه؟ انت اللي عايزه ايه؟ والله انا ما جيتلكيش برجليها لغايه بيتك. لكن بعتي الرسايل دي. رسايل ايه يا وليه الخرفانه دي؟ انت جايه ترمي بلاكي عليا ولا ايه؟ انت اللي عملتي في ابني كده؟ يا نهارك اسود! انت جاي تتهميني في ابنك؟ ايه يا مشيرة هاني؟ ما كفتيش اللي عملتوه فيا زمان؟ جاي النهارده عايزه توديه العشماوي؟ ايه يا وليه يا خرفانه؟ وقعت بلسانك. يعني انت عارفه انه اتقتل؟ يا حبيبتي المنشيه كلها عارفه انه اتقتل مش انا لوحدي. بقول لك ايه؟ تلاتة بالله العظيم لو ما لميتي نفسك ومشيتي من هنا دلوقتي النسوان اللي بره
هيسيبوك لما ينزلوا جتتك دي حتت زي ما حصل لابنك بالظبط. تلعبت فيك كده يا ولد يا ولد تلعبت في الوضع يا ولد مش قادرة أوصف لك الراجل ماشي من هنا قفايق قمر عيش. أنا بيني وبينك كنت بنتقم من الواد إياد الله يرحمه وخدت حقه تالت ومتلت. أنت إزاي عارفة تحكي كده؟ كتر البكا بيعلم المسخرة. بقول لك إيه؟ ما تيجي تشد لك معايا سطرين زي زمان. جاسم جاب الصفة حلوة قوي بس إن جيت للحق مش أحسن من اللي فارس كان بيجيبها. لا أنا مبطل من يوم إياد الله يرحمه. على ماما. اللي أنا مستغرب له دلوقتي موبايل فارس فين؟ انت اتاكدت انه مش عندك؟ انت بتتكلم بجد؟ انت ايه اللي جرى لك؟ انت دماغك فوتت ولا ايه؟ انت فعلا مش فاكر الموبايل فين؟ لا مش فاكر. هو انت عارفه هو فين؟ انت فين يا فنان؟ عايزك معايا حته انما عليا الحلال، عليا الحلال ما هتلاقي زيها. ها؟ بس اعمل حسابك بقى بلبل المرة دي الدفع مقدم لأحسن أخوك بيكح زبالة. ها؟ لا أحلتها دفع مقدم بقولك وخمس تلاف جنيه إلا جنيه افتح الله. أنا عندي ليها صرفة وعارف أنت اللي خسران يا صاحبي. هقولك إيه طيب؟ أنا مقيم بضاعتي كويس وعارف تسوى كام. ها؟ قلت إيه؟ ماشي جايلك. ماشي يلا سلام. بطلت شرب؟ ايوه كده طمنتني عليك. انا مش مطمن لموضوع الموبايل اللي مع جبر ده. ليه؟ طب واحنا مالنا؟ فارس هو اللي كان بيشتري منه الاستاف وهو اللي سحب منه على المكشوف لما امه رفضته من المصنع وهو برضو اللي اداله الموبايل والله اعلم اداهوله ليه. يبقى احنا ايه دخلنا بقى؟ الكلام ده لو ما كانش فارس اتقتل بعدها على طول. الضابط اللي بيحقق جالي البيت ووراني صورة لينا احنا الأربعة وسألني لو كنت عارفك. طب وفيها ايه؟ ما هو سألني عليك انت كمان. وقلت له ايه؟ قلت له لا يا باشا أمجد ده طيب وابن حلال من المصنع للبيت ومن البيت للمصنع وأعزب ومقبل على الحياة. انت بتهرجي؟ لحد دلوقتي كله تهريج بس لو حسن اتكلم. هو انت ازاي عامله كده؟ هو انت ما عندكيش وسط؟
يا يمين يا شمال. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يمين؟ هو اللي يشوف وشكوا يعرف اليمين؟ شمال طبعا. يا عندك حق، انت شمال وانا مش فاهم انا ليه جيت لك. ايه في الباب وراك؟ وحكايتنا تقريبا محسومة، دي عيون